بطل ديزني والممثلون الأمريكيون ولوحات إدوارد مونك حفر كل هذا على اليقطين فنانو إحدى المدن القريبة من لوس أنجلوس. زينت الحديقة النباتية المحلية بحوالي 1000 يقطينة. إنها رائعة ولطيفة جدا. أعجبني وجه القط، هو يبتسم وأنا أحب ذلك. نعتقد أن هذا مذهل. إنها متعة رائعة للأطفال وفرصة ليستخدموا خيالهم. هذه ساحة وون كوتلاند في ولاية نيويورك. تجري هنا فعاليات أحد أشهر مهرجانات هالوين في الولايات المتحدة الأمريكية. يستقبل ضيوفه هذا العام بالتماثيل المضيئة المنحوتة من 7000 يقطينة، حفرت كل منها باليد. هذه ليست فقط يقطينات مع عيون ثلاثية منحوتة، وإنما عمل تشكيلي مصمم بعناية. عمل على هذا العمل أفضل الحرفيين في الولايات المتحدة على مدى عدة أيام. تفاجأ الضيوف بتمثال الحرية والأراجيح مع الديناصورات والقبة الفلكية. أعتقد أن عامل الانبهار موجود عندما ترى هذا لأول مرة. الناس لا يصدقون أننا نستطيع أن نفعل شيئاً كهذا بواسطة الفوانيس واليقطين. تباع تذاكر المهرجان في غضون شهرين، وسيواصل عمله حتى 30 من نوفمبر، ويتوقع المنظمون قدوم أكثر من 180 ألف زائر.